أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات متميزة ذات أبعاد استراتيجية على مختلف الأصعدة والمبنية على أسس من التاريخ الممتد لأكثر من قرنين من الزمان، منوها سموه بما يوليه البلدان الصديقان من اهتمام بالارتقاء بالعلاقات نحو مزيد من التعاون الثنائي الذي يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالنماء والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير المملكة لدى المملكة المتحدة اليوم وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني برئاسة سعادة السيد ليو دوكرتي عضو لجنة الدفاع، حيث استعرض سموه مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وما وصل إليه من تطور ملحوظ وسبل تعزيزه والارتقاء به إلى أفضل المستويات في مختلف المجالات. وخلال اللقاء تناول سموه مع الوفد البرلماني البريطاني تطورات الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية، منوها سموه بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.